مواهب بكرة ونجوم السنين الجاية. على مر السنين والأجيال دايماً قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بيخرج لنا لاعبين مميزين للفريق الأول بالنادي الأهلي، بيخرج لنا لاعبين مميزين لمنتخبات مصر، الناشئين والشباب والأولمبي، بعد كده بيكونوا موجودين في منتخب مصر الأول. هنكون معاكم دايماً لحظة بلحظة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وهتشوفوا كل جديد في مصنع المواهب. أنا شخصياً بتشرف دايماً إن أنا ابن من أبناء النادي الأهلي اللي خرجوا من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. فاكر كل لحظة حصلت لي في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. فاكر وأنا صغير عندي 13 سنة خرجت من محافظة الشرقية ورحت على باب النادي الأهلي اشتريت استمارة كان وقتها ثمنها 2 جنيه. دخلت علشان أختبر في النادي الأهلي لقيت أعداد كبيرة جداً حوالي 40 ألف 50 ألف ولد كل حلمهم إنهم يلبسوا في يوم من الايام فانيلة النادي الاهلي. الحمد لله ربنا وفقني واختارني ان انا اكون موجود في النادي الاهلي، طبعا اختارني الكابتن علاء ميهوب والكابتن صفت عبد الحليم، ربنا يا رب يديله الصحه. لعبت في صفوف الناشئين بالنادي الاهلي فريق 14 وفريق 15 وفريق 17 وفريق الشباب بالنادي الاهلي. مرني مدربين كتير ليهم فضل كبير عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. اكتسبت منهم خبرات كبيرة وتعلمت منهم حاجات كتير زي الكابتن محمود صالح، الكابتن ناجي خليل، والكابتن شطة، والكابتن فوزي سكوتي، والكابتن علاء ميهوب، والكابتن ضياء السيد، والكابتن مجدي طلبة، والكابتن مختار، والكابتن فتحي مبروك اللي هيكون ضيف النهاردة في أولى حلقات برنامجنا الأشبال. فاكر كل لحظة حصلت لي في قطاع الناشئين. فاكر أول مرة وأنا بمضي على استمارة انضمام لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي بمضي وببصم. فاكر أول يوم بت فيه في استراحة الناشئين بالنادي الأهلي ومن يومها أصبح النادي الأهلي بيت ليا. فاكر مباراة أهلي وزمالك، أول مباراة ليا أهلي وزمالك، فزنا على نادي الزمالك بنتيجة كبيرة 5-1 وأحرزت فيها هدفين، وكانت دي بداية معرفة الناس بأسامة حسني. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم مجلة النادي الأهلي، أمل الأهلي يهزم الزمالك كمان وكمان. كان دايما مجلة النادي الأهلي ليها دور كبير في إبراز نجوم الغد، إبراز مستقبل الكرة الحمراء، وده كان منشط حابب إن أنا أبدأ بيه في برنامجنا برنامج الأشبال. على مر السنين والأجيال دايما قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بيخرج لنا لاعبين مميزين، لاعبين بيمثلوا الفريق الأول بالنادي الأهلي. لو قلنا أسماء هنقول أسماء ورموز وأساطير كبيرة جدا زي العظيم الراحل كابتن صالح سليم، كابتن رفعت الفناجيلي، الشيخ طه اسماعيل، كابتن عادل هيكل، كابتن هاني مصطفى، كابتن محمود الخطيب، كابتن مصطفى يونس، كابتن مصطفى عبده، كابتن إكرامي، كابتن ثابت البطل، كابتن ماهر همام. رموز كتير وكتير وأسماء كبيرة جدا. كابتن ماهر همام، كابتن صفت عبد الحليم، كابتن فتحي مبروك، كابتن عبد العزيز عبد الشافي، كابتن علاء ميهوب، كابتن أحمد شوبير، كابتن هاني رمزي، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن أحمد بلال، كابتن عماد متعب، كابتن حسام غالي. أسماء كبيرة وأجيال مختلفة كلهم لعبوا في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وخرجوا من مدرسة النادي الأهلي. وحتى لو اتكلمنا دلوقتي عن الفريق الأول بالنادي الأهلي والجيل الحالي هنلاقي أسماء كبيرة برضو خرجت من الفريق الأول بالنادي الأهلي تلعب دلوقتي حاليا في الفريق الاول زي الكابتن شريف اكرامي والكابتن حسام عاشور وسعد سمير وايمن اشرف واسلام محارب وهشام محمد
ومحمد هاني وناصر ماهر وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان، وحتى برضو ولادنا ونجومنا اللي خرجوا من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي زي رمضان صبحي وتريزيجيه وعمرو وردة. ربنا يوفقهم إن شاء الله في رحلة احترافهم خلال الفترة اللي جاية. دايما قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ولادنا بيتعلموا حاجات ما بيتعلموهاش غير في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. بيتعلموا يعني إيه روح الفانيلا الحمراء، يعني إيه الإصرار والعزيمة، يعني إيه دايما المباراة بتنتهي مع صفارة الحكم، ولو في وقت ضايع فده في حد ذاته مباراة تانية. ولينا أمثلة كتير مع الفريق الأول ومع قطاعات الناشئين بالنادي الأهلي. في مدرسة الأهلي وقطاع الناشئين بالنادي الأهلي بيتعلم الناشئ يعني إيه قيم ومبادئ النادي الأهلي. في مدرسة وقطاع الناشئين بالنادي الأهلي الناشئ بيتعلم يعني إيه دايما النادي الأهلي في المركز الأول، يعني إيه دايما أحط النادي الأهلي في المركز الأول. وحابب في أولى حلقات برنامجنا برنامج الأشبال إن أنا أبدأ باللقطة دي علشان دايما تكون رسالة لولادنا وإخواتنا في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. معلش بس هي البطولات دايما مكسب وخساره يعني. بس احنا عمرنا الحمد لله يعني بلا غرور عمرنا في حياتنا ما خسرنا دوره. النادي الاهلي عمره ما خد مركز ثالث في البطوله ابدا. النادي الاهلي احنا بعد بس ربنا عايز كده، كان احنا عمرنا ما خدنا مركز ثالث في البطوله ابدا. لما تشوف ولاد عندهم 7 سنين او 8 سنين بيبكوا على خساره مباراه وخساره بطوله دايما تطمن على مستقبل النادي الاهلي. كنت حابب ابدا برنامجنا النهارده بالرساله دي لاولادنا واخواتنا في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي علشان دايما يتذكروا ان النادي الاهلي في المرتبه الاولى. السنه دي في بدايه الموسم كان في زياره مهمه للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ورئيس لجنه الكره، والاجتماع مع الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وكل مدربي القطاع بالنادي الاهلي. رساله مهمه جدا من رئيس النادي الاهلي وكل اعضاء لجنه الكره كابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن حسام غالي والكابتن علاء عبد الصادق، وحرصهم على التواصل مع قطاع الناشئين والاجتماع بمدربي قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. مطلوب منهم جهد كبير جدا علشان دايما نعيد امجاد قطاع الناشئين بالنادي الاهلي مره اخرى. زي ما كان قبل كده بنشوف من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي في الموسم الواحد 7 لاعبين وثمان لاعبين، عايزين نرجع قطاع الناشئين بالنادي الاهلي اقوى مما كان، وهم قادرين والحمد لله عندنا مدربين مميزين جدا في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، مميزين سلوكيا وفنيا، وقادرين ان شاء الله انهم ينقلوا خبراتهم الكبيره لاولادنا في قطاع الناشئين. دي رساله مهمه جدا من الكابتن محمود الخطيب. زي قبل كده الكابتن صالح سليم العظيم الراحل كان دايما بيبعت رساله برضه لكل مدرب القطاع وكل ولادنا في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كان دايما الكابتن صالح سليم بيحرص انه يكون متواجد مع قطاع الناشئين، حتى كان دايما بيتكرم كل الفرق الفايزه في نهايه الموسم، وده دايما حرص كل رؤساء النادي الاهلي ان دايما يبقى عندنا اقوى قطاع ناشئين بالنادي الاهلي، ان هو ده مستقبل النادي. وزي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دلوقتي كابتن صالح سليم في حفل ختام موسم فرق القطاع كلها، وهو بيكرم ولادنا الفائزين بالبطولات، وده كان حرص دايما الكابتن صالح سليم. وزي ما احنا بنشوف دلوقتي الكابتن محمود الخطيب. دي كانت مقدمتي في برنامجنا في اولى حلقاتنا برنامج الاشبال. انا سعيد جدا باول تجربه ليا تكون على شاشه قناه النادي الاهلي تكون برنامج للناشئين، ان فعلا الناشئين محتاجين مننا كل الدعم والرعايه، كل الدعم والرعايه، ودايما نسلط الاضواء عليهم. والحمد لله دايما مصر مليانه بالمواهب. نطلع لفاصل ونرجع نشوف اول فقراتنا في برنامج الاشبال.
رجعنا لكم مرة تانية، وحابب النهاردة في أولى فقراتنا برنامجنا برنامج الأشبال إن أنا أستعرض مع حضراتكم كتيبة مدربي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. المدربين فعلا اللي بيخلصوا علشان يطلعوا لنا لاعبين مميزين سلوكيا وفنيا، وإن شاء الله نشوفهم بعد كده في الفريق الأول بالنادي الأهلي. لو حبينا نتكلم مع حضراتكم عن تشكيل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، طبعا هنبتدي بالكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. كابتن فتحي مبروك، ابن من ابناء النادي الاهلي المخلصين اللي دايما بيلبي نداء النادي الاهلي في اي وقت وفي اي زمان وفي اي منصب. سنه 2003 تولى في وقت صعب مهمه المدير الفني للفريق الاول، والحمد لله يعني نجح وكان عند حسن الظن. برضو كان تولى مهمه مدير فني لفريق الشباب، كان عنده حسن الظن ونجح في مهمته وطلع لاعبين مميزين للفريق الاول بالنادي الاهلي. النهارده بنشوفه في منصب جديد، نتمنى له ان شاء الله التوفيق مع كل فرق قطاع الناشئين. طبعا عندنا الكابتن اكرامي مشرف على حراس المرمى والمدير الفني لحراس المرمى بالنادي الاهلي، وهو ابن من ابناء النادي الاهلي المخلصين. عندنا الكابتن عادل عبد الرحمن مدير الفني لفريق 97. عندنا الكابتن مدحت طه مدير فني 99. كابتن امين عرابي المدير الفني لفريق 2000. عندنا الكابتن احمد سراج مدير الفني لفريق 2001. عندنا الكابتن ياسر محمدين 2002. كابتن عادل مصطفى 2003. كابتن محمد سعد المدير الفني لفريق 2004. كابتن احمد سمير المدير الفني لفريق 2005. كابتن احمد جمال المدير الفني ل 2006. كابتن محمد عبد العزيز المدير الفني ل 2007. كابتن عصام صلاح المدير الفني ل 2008. كابتن حسين شكري المدير الفني ل 2009. طبعا معانا الكابتن جمال السيد مدير قطاع البراعم، والكابتن تامر حفني مدير قطاع مدرسه الكره. ما شاء الله يعني زي ما احنا شايفين التشكيله فيها خبرات كبيره وفيها عنصر الشباب، وكابتن فتحي مبروك عامل مزيج من الخبرات ومزيج من الشباب. نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق خلال الفتره الجايه. هنستعرض مع حضراتكم برضو نتائج فرق القطاع من أول بداية الموسم. ما شاء الله عندنا فرق محققة نتائج مبهرة جدا، وفرق هنسندهم خلال الفترة الجاية علشان إن شاء الله يعني يحققوا لنا نتائج إن شاء الله جيدة خلال الفترة الجاية. لو اتكلمنا عن فريق 97 اللي بيقوده الكابتن عادل عبد الرحمن، أول مباراة كانت الأهلي والإسماعيلي وفوز كبير نادي الأهلي على الإسماعيلي بخماسية 5-1. تاني مباراة الأهلي والمصري وفاز النادي الأهلي 3-1. عندنا فريق 99 بيقوده الكابتن مدحت طه، الأهلي والإسماعيلي وخسارة وتعثر للنادي الأهلي في أول مباراة الدوري، خسارة من الإسماعيلي 3-2. الأهلي والمصري 0-0. الأهلي وادي دجلة وفوز للنادي الأهلي 2-1 على وادي دجلة. بالنسبة ل 2001 2001 من الفرق المميزة اللي أنا بحبها جدا وعجباني جدا في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ويقودها المدرب الشاب الطموح الكابتن أحمد سراج. الأهلي والإسماعيلي في بداية الموسم 3-1 وفوز كبير للنادي الأهلي على الإسماعيلي. ثاني مباراة الأهلي والمصري 2-0 وفوز النادي الأهلي. ثالث مباراة الأهلي ووادي دجلة، فوز النادي الأهلي على وادي دجلة 4-0. والمباراة الأخيرة كانت الأهلي وحرس الحدود وفوز برباعية للنادي الأهلي على حرس الحدود في ملعبه. 2003 وتعثر في بداية الموسم، ودول عندنا شباب واعد صاعد إن شاء الله النتائج تتحسن مع مرور الوقت إن شاء الله مع المدرب الشاب الكابتن عادل مصطفى، وهو من المدربين المميزين في قطاع الناشئين. الأهلي والمقاولين، فوز للمقاولين على الأهلي 3-0. الأهلي وسموحة والتعادل الإيجابي 3-3. الأهلي والمصري تعادل إيجابي 1-1. عندنا طبعا فريق 2004 وفوز كبير للنادي الأهلي على السكة في بداية مشوار المسابقة 6-0. وعندنا فريق 2000 اللي بيقوده الكابتن أمين عرابي، فوز النادي الأهلي على السكة 2-0. هنروح مع حضراتكم دلوقتي ونشوف أهم أهداف الأسبوع مع قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. لو شفنا الأهداف دلوقتي هنلاقي عندنا أول مباراة في أهداف الأهلي والإسماعيلي. الأهلي والإسماعيلي وعرضية، وطبعا هشام شعبان بيجيب هدف يعني ولا أروع، توجيه وارتقى في الهواء وحطها ووجهها كويسه. يوسف علاء بيشوط ضربه جزاء، ويوسف علاء انتظروا اسم يوسف علاء ان شاء الله خلال الفتره الجايه من اللاعبين المميزين ان شاء الله اللي نقدر نشوفهم خلال الفتره الجايه مع الفريق الاول.
وانا يعني كنت كان ليا تجربه مع فريق 97 قبل كده مع كابتن سمير كمونه. فعلا النادي الاهلي فيه لعيبه مميزه، فريق 97 امل وشباب النادي الاهلي. عندنا برضو مباراه ثانيه، الاهلي وادي دجله مواليد 99، الكابتن مدحت طه وفوز النادي الاهلي على دجله 2-1. شايفين صالح نصر متابعه، كرة كانت ركنيه وفي اتعملت بالعرض، متابعه جيده طبعا من صالح نصر. ده من اللاعبين المميزين ان شاء الله نقدر نشوفهم خلال الفتره الجايه برضو مع الفريق الاول بالنادي الاهلي. عندنا المباراه الثالثه، الاهلي وحرس الحدود، وفوز النادي الاهلي بنتيجه كبيره 4-0 على حرس الحدود مواليد 2001. زي ما قلت لحضراتكم، فرقه 2001 من الفرق المميزه جدا عندنا في قطاع الناشئين، بتضم عناصر مميزه وعناصر موهوبه وفيها لاعبين يعني ان شاء الله نشوفهم يكونوا مستقبل النادي الاهلي، وبيقودهم طبعا الكابتن احمد سراج. كابتن احمد سراج من المدربين المميزين اللي دايما بيبحث عن الفوز في كل مباراه، وبينقل انطباعه ده لكل لاعبته في الملعب دايما. النهارده شايفين زي ما احنا شايفين برضو نتائج 2001 على مدار الموسم، ما شاء الله عندنا اقوى دفاع واقوى هجوم فريق 2001. عندنا برضو الاهلي والمصري مواليد 97، وفوز النادي الاهلي بنتيجه كبيره 3-1 على المصري، كان في ملعب الجيش بالسويس. زي ما قلت لحضراتكم فريق 97 وتجربه السنه دي مع الكابتن عادل عبد الرحمن. كابتن عادل عبد الرحمن هو ابن من ابناء النادي الاهلي وجيل 90 كاس عالم 90، ومن المدربين كمان المميزين، ليه خبرات كبيره فخبراته بينقلها لكل ولاده في 97، وما شاء الله عاملين نتائج مبهره وهم بيتصدروا برضو جدول المسابقه في 97. عندنا مباراه برضو مهمه جدا، الاهلي وادي دجله. الاهلي وادي دجله وانتهت بفوز الاهلي برباعيه 2001 مع كابتن احمد سراج. فوز النادي الاهلي بنتيجه كبيره على وادي دجله برباعيه، وزي ما قلت لحضراتكم فرقه 2001 ما شاء الله عندنا اقوى دفاع 2001، اقوى هجوم فريق 2001، وهو متصدر جدول المسابقه. عندنا فيه لاعبين مميزين جدا، شايفين شادي رضوان، وافتكروا الاسم ده معانا، شادي رضوان من اللاعبين المميزين ان شاء الله نشوفه بعد كده مستقبل النادي الاهلي، شادي رضوان. وعلى فكره برضو شادي رضوان ده من اللاعبين المميزين اللي انضمت وهيكون من ضمن اخبارنا لمنتخب مصر 2001 مع الكابتن ربيع ياسين. شوفوا الهدف حلو قوي، يعني مراوغه من نص الملعب وراح انفراد وركنها، يعني هدف مميز مش من لعيب صغير، لا ده فعلا من نجم كبير. نشوف عندنا خبر مهم جدا، وهو ان الكابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر 2001 بيختار 7 لاعبين من النادي الاهلي. وزي ما قلت لحضراتكم عندنا 2001 من الفرق المميزه، اسماء اللاعبين اللي ضمهم الكابتن ربيع ياسين، عندنا عاصم سليم حارس مرمى وحمزه علاء حارس مرمى، عندنا 2 حراس مرمى من فريق 2001، عندنا محمد مغربي مدافع، عندنا محمد اشرف ظهير ايسر، عندنا احمد اشرف خط وسط، عندنا شادي رضوان اللي لسه احرز الهدف الحلو قوي دلوقتي اللي شفناه مع حضراتكم بيلعب تحت المهاجم، عندنا عربي بدر خط وسط مدافع. عايز حضراتكم تفتكروا الاسماء دي، ده مستقبل النادي الاهلي. هقول لحضراتكم الاسماء تانية عشان دايما تتذكروا ولاد النادي الاهلي ومستقبل القلعه الحمراء: عاصم سليم، حمزه علاء، محمد مغربي، ومحمد اشرف، واحمد اشرف، وشادي رضوان، وعربي بدر. وده كان من ضمن يعني اهم اخبارنا والاخبار المهمه جدا لقطاع الناشئين، ان يتم اختيار 7 لاعبين لمنتخب 2001. على فكره ان شاء الله برضو هنشوف يعني برضو لاعبين مميزين تانيين في فريق 2001 هينضموا قريبا ان شاء الله لمنتخب مصر مع الكابتن ربيع ياسين. نتمنى له ان شاء الله التوفيق في مهمته القادمه، وهو دايما معودنا على الانتصارات، كان ليه نجاح كبير قبل كده مع منتخب مصر الشباب وفوز بكاس الامم الافريقيه، ويعني نتمنى ان شاء الله للكابتن ربيع ياسين التوفيق خلال الفتره الجايه مع الكابتن عبد الستار صبري. النهارده معانا مفاجاه حلوه جدا، مفاجاه من ابناء النادي الاهلي المخلصين الاوفياء، كابتن النادي الاهلي مثال لناشئي النادي الاهلي ولكل ناشئي مصر، الكابتن حسام عاشور.
هنشوف النهارده في اولى حلقاتنا برنامجنا برنامج الاشبال بيحكي كواليس واسرار تذاع لاول مره ولحظه انضمامه لفرق قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. نشوف الكابتن حسام عاشور قال ايه ونرجع لكم مره ثانيه. طبعا انا ببارك لكابتن اسامه حسني على البرنامج الجديد بتاعه وان شاء الله ربنا يكرمه. كابتن اسامه حسني من الشخصيات اللي انا عصرتها واللي اتمرنت معاها والشخصيات المحترمه جدا ومن اللعيبه المميزه جدا في النادي الاهلي. طبعا ببارك له على البرنامج الجديد وان شاء الله ربنا يكرمه باذن الله. طبعا الناشئين انا واحد متربيت في الناشئين، اتعلمت يعني ايه مكسب، اتعلمت يعني ايه تلعب اللي انت تبقى رقم واحد، ما عندكش حاجه اسمها رقم اتنين او تنزل ماتش تتعادل او تنزل ماتش تتغلب. دي سمه تربينا عليها في النادي الاهلي واحنا في الناشئين، فده اللي تربينا عليه وده اللي لازم نوصله للناشئين. حتى لو بيطلعوا معانا الدرجه الاولى بيدخلوا على طول معانا، بنقول لهم لازم تكسب كل ماتش، لازم النادي الاهلي ده يبقى رقم واحد، لازم البطولات كلها تبقى لصالح النادي الاهلي. فاحنا كلاعيبه كبار او اللاعيبه كبار في الفرقه دي اللي بنقوله على طول للناشئين، وان شاء الله ربنا يكرمهم يعني على طول بيدخلوا معانا في التمارين. عندنا ناشئين محترمه جدا، عندنا ناشئين ناس شايفينها يعني طلعت، عندنا ناصر ماهر، صلاح محسن حتى مش معانا في الناشئين من تحت بس لعيب صغير، عندنا احمد حمدي، كريم نيدفيد، الناس دي كلها لعيبه محترمه وبيدخلوا معانا واحده واحده ان شاء الله يبقى لهم مستقبل كبير باذن الله. طبعا بدايتي كان الناشئين اختبارات الاول قبل الناشئين، رحت اختبارات كان في نادي المعادي، كان كابتن اسامه عربي هو اللي ماسك الاختبارات دي، فروحت زي اي واحد بيقدم يعني، خدت استماره ورحت نادي المعادي. فكابتن اسامه عرابي شافني وقال لي انت مواليد كام؟ قلت له مواليد 86. قال لي متاكد؟ كان الفتره دي كان في ناس بتبقى مزوره كتير، فهو كان بياكد عليا على الحته دي اللي انت 86 متاكد؟ قلت له اه يا كابتن 86. فقال لي خلاص. فقعدت معاه اليوم كله، لعبني مع سني الاول وبعد كده راح ملعبني مع الاكبر مني وبعد كده راح اختبرني مع الاكبر برضو مني بثلاث اربع سنين، فقال لي الحمد لله كويس. فقال لي جيب لي ورقك وتيجي على النادي الاهلي. فروحت النادي الاهلي كان فيه برضو اختبار تاني، فالحمد لله يعني قبلت وكانت فتحت خير عليا الحمد لله يعني. طبعا اول يوم دخلت فيه النادي الاهلي كنت فرحان جدا، انا كان حلم بالنسبه لي ان انا اروح النادي الاهلي، والناس ما تعرفوش ان انا رحت سنتين قبل ما اقبل في الاختبارات وما قبلتش، يعني رحت سنه وما قبلتش والثانيه وما قبلتش، بس كان عندي يقين وكان عندي اصرار ان انا هقبل ان شاء الله في النادي الاهلي، والحمد لله كان عندي الاحساس ده وقعدت انميه وكبر جوايا ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي، والحمد لله قدرت ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي. صاحب الفضل عليا كذا واحد بصراحه يعني، كان في الاول كابتن اسامه عرابي طبعا عشان هو اللي جاب النادي، ده صاحب الفضل الاكبر يعني، وكابتن محمود صالح لعبت معاه في الناشئين سنتين، كانوا سنتين الحمد لله عملتهم بشكل كويس ومن بعدها طلعت درجه اولى، وبعد كده طبعا بقى كابتن مانويل جوزيه هو اللي نزل اتفرج عليا في الناشئين واختارني. عن الموضوع ده انا قلته كتير، هو كان مستر مانويل وكابتن حسام البدري وكابتن اسامه عرابي كانوا نازلين، هم اللي ماسكين الدرجه الاولى كانوا نازلين عشان يشوفوا اربع لعيبه او خمس لعيبه من ناشئين، انا ما كنتش فيهم اصلا، انا كنت متصعد لل 20 سنه. فنزل كان عندنا مباراه كنا بنلعب المقاولين، انا فاكر المباراه دي كويس قوي، فالماتش ده كنت كويس قوي، فقال لهم انا عايز رقم اربعه، كنت بلبس رقم اربعه، قال لهم انا عايز رقم اربعه ده، قالوا بس ده مش في الاختيارات اللي هم الاربعه او الخمسه اللي احنا مديلهم، قال لهم لا ده هيفيدني قوي بكره يبقى معايا.
فتاني يوم على طول رحت رايح الدرجة الأولى هنا، فالحمد لله من ساعتها ما نزلتش يعني. طبعا أول لقاء مع مستر مانويل كان جوه في الأوضة اللي جوه، فأول ما دخلت قال لي أنت لعب كويس بس صعب هنا اللي أنت تلعب، لازم تجتهد وتطلع كل اللي عندك، أنا عارف أنت لعب كويس بس لازم الانضباط، لازم الإصرار، لازم تبقى عندك يبقى عندك حماس اللي أنت تبقى موجود في الدرجة الأولى، مش إن أنا ألعب، دي ما كانتش وردة خالص إن أنا ألعب، عشان كان في يعني زي ما بيقولوا عتاولة في المكان ده، كان في كابتن حسن مصطفى وكان في كابتن محمد شوقي وكان في ناس كتير قوي، الحاج هادي خشبه كان موجود، كابتن محمد جوده، كان كل دولت لسه في الموجودين، فقال لي صعب اللي انت تلعب هنا بس باجتهادك وباصرارك تقدر اللي انت تاخد مكان. فالحمد لله الكلمه دي والكلام اللي هو قاله لي ده حطيته في دماغي وقعدت اشتغل عليه، وكنت مركز قوي، كنت اكتر فتره مركز فيها هي الفتره دي، اللي انا اهم حاجه اللي انا ابقى موجود في الدرجه الاولى وبعد كده اللعبه هيجي. فالحمد لله يعني. طبعا احنا زي ما قلت لك احنا اتربينا في النادي الاهلي، مفيش حاجه عندك اسمها رقم 2، دي مش في القاموس بتاعنا، ده اللي احنا اتربينا عليه في الناشئين، حتى في الناشئين كنا بنلعب مفيش حاجه اسمها مركز تاني، تلعب اي ماتش لازم يبقى مكسب، اي تمرين لازم تكسب فيه، فده اللي انت بتتربى عليه وده اللي انت بتنميه عندك عشان لما تطلع الدرجه الاولى يبقى هو ده نفس السيستم. فالحمد لله احنا في الناشئين كنا على طول مكسب، على طول تبقى رقم واحد، فده اللي احنا اتربينا عليه وده اللي احنا لما طلعنا الدرجه الاولى ماشيين بيه لغايه دلوقتي. زي ما انت شايف انت ممكن تلعب لغايه الدقيقه 90 والدقيقه 92 وتجيب جون في الدقيقه 93، هي دي سمه البطل وهي دي سمه النادي الاهلي. طبعا قطاع الناشئين لا ذكرى، الماتشات على طول كانت الماتشات اللي انا بحبها كانت ماتشات اهلي وزمالك، كان شيكابالا برضو بيلعب مع الزمالك تحت، فعلى طول كنت بمسكه برضو، ببقى الحمد لله ببقى كويس في الماتشات دي. وكان كنا خدنا الدوري تقريبا سنتين، انا لعبت الناشئين سنتين ونص، خدت الدوري سنتين، ف دي يعني ذكرى ما انساهاش. طبعا اول مكافأة خدتها كانت 150 جنيه، دي كان في الناشئين، كان تقريبا ماتش او ماتشين، دي اول مكافأة خدتها كنت فرحان بيها جدا، انت تاخد 150 جنيه وكان في الناشئين، كان بالنسبة لي انا كان مبلغ كويس يعني، فدي كان حاجة مفرحاني. طبعا بقول رسالة للناشئين النادي الاهلي، بقول لهم الفترة اللي انا طلعت فيها كانت فترة صعبة جدا اللي انت تطلع فيها، فدلوقتي انتوا عندكم فرصة، في ناشئين كتيرة بتطلع، فلازم يبقوا عندهم اصرار، عندهم عزيمة، عندهم امل حتى اللي هو يبقوا موجودين في الدرجة الاولى، وده اللي احنا بنشتغل عليه وده اللي احنا بنوصله للعيبة الصغيرة، حتى معنا ناشئين دلوقتي بيتمرنوا معنا، انا دوري ككابتن فرقة ودور الناس الكبار بتحفز اللعيبه دي وبتديها كل الخبرات اللي عندها، فان شاء الله بقول لهم ربنا يكرمكم ان شاء الله، واهم حاجه الاجتهاد، اهم حاجه التركيز، اهم حاجه الاصرار اللي انت تبقى رقم واحد، فان شاء الله ربنا يكرمكم باذن الله ويبقى التوفيق ليكم. رسائل مهمة جدا من كابتن كبير، كابتن النادي الأهلي كابتن حسام عاشور، اليقين، الإصرار، العزيمة، سنتين بيروح اختبارات النادي الأهلي ما بيقبلش، لكن عنده يقين ومؤمن بموهبته إنه هيوصل في يوم من الأيام. تحية طبعا للعين الخبيرة كابتن أسامة عرابي اللي قدر يختار حسام عاشور عشان يكون موجود في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. تحية للساحر مانويل جوزيه اللي اختار حسام عاشور علشان يكون موجود في الفريق الأول. حسام عاشور مثل مش لولادنا بس في قطاع الناشئين، لا ده مثل لكل لعيبة مصر، عنده إصرار وعنده يقين ومؤمن بموهبته. اتغير مدربين كتير في النادي الأهلي، مدربين سواء مصريين أو أجانب، دايما بتلاقي حسام عاشور موجود رقم واحد في الفريق. حسام عاشور ابن من أبناء النادي الأهلي المخلصين الأوفياء، من يوم ما طلع من قطاع الناشئين للحظة اللي احنا فيها عمرنا ما سمعنا حسام عاشور عمل مشكلة، حتى دايما في تجديد عقوده بيمضي دايما على بياض، والكلمة دي
صحيحة. حسام عاشور عمره ما زايد على حبه للنادي الأهلي، فده مثل كبير لكل ولادنا في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. على مسؤوليتي الشخصية بقول لحضراتكم قطاع الناشئين بالنادي الأهلي مليان بالمواهب، إن شاء الله خلال الفترة الجاية هنشوف مواهب هتظهر للنور. هنشوف دلوقتي تقرير عن نجم على الطريق، وهرجع في أولى فقرات وهرجع تاني أستقبل ضيفي الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. اسمي شادي رضوان، مواليد 2001، لاعب النادي الاهلي مواليد 2001 ومن المنصور. كنت بلعب في الشارع عادي، في الشارع عادي زي اي حد. بعد كده والدي قرر ان هو يوديني اكاديميه النادي الاهلي في المنصوره. بعد كده قعدت تقريبا 3 شهور بتمرن كويس وبشتغل هناك. بعد كده بقى قرروا ان هم يساعدوني هنا في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. البدايه كان ان هم بيكونوا فرقه 2001، فبيجمعوا من جميع الاكاديميات اللعيبه المميزه، فكان في حاجه اسمها منتخب الاكاديميات وانا من ضمن اللعيبه الكويسه. فجيت وكانوا بيصفوا اللعيبه، كنا تقريبا حوالي 35 لعيب، قعدوا يصفوا لغايه ما استقروا على التشكيل واللعيبه المميزه، والحمد لله انا منهم يعني. كابتن اسامه عباس وكابتن عبد النبي عاشور كانوا هما بيحفزوني دايما وبيكلموني ان انا لعيب مميز وابقى موجود ان شاء الله مع الفرقه، وكانوا بيكلموني كتير يعني الحمد لله. شهير طبعا ما توصفش، ده كيان كبير ونادي كبير جدا، اي حد في مصر يتمنى انه يلعب في النادي الاهلي. يعني حلم من احلامي ان انا اكون موجود، دايما بحلم بالحلم ده ان انا لابس تيشيرت النادي الاهلي وموجود، حاجه كبيره جدا طبعا مش هقدر اوصف. كابتن عصام صلاح كانت البدايه، قعد معانا حوالي 3 او 4 سنين، خدت فيهم سنتين هداف البطوله وباقي السنين كنت هداف الفرقه. اغلى هدف كان في الشمس الدور الثاني، كان دبل كيك، فكان جول مميز جدا يعني. كابتن عصام صلاح كان دايما عنده ثقه كبيره فيا جدا، كان بيحط امله عليا ان انا هقدر اكسب الفرقه. كابتن ياسر نفس الكلام، كان معتمد عليا بشكل كبير. كابتن شرف طبعا السنه اللي فاتت فرق معانا كتير جدا، كان دايما بيحفزني وليه فضل كبير عليا بعد ربنا. وكابتن احمد سراج برضه شغال معانا شغل كبير، شغل كتير جدا مع كل اللعيبه يعني. بصراحه طموحاتي مع النادي الاهلي ان انا اول حاجه اطلع درجه اولى والعب منتخب مصر 2001. كانت في بدايه ال 11 انا كنت لعيب مهاري في الفتره دي، ما كنتش يعني السرعه دي ما كانتش ظهرت قد كده. ففي الفتره دي كابتن شرف كان بيحاول ان هو يزود لي الحاجات الناقصه عندي عشان ابدا اقف على رجلي واظهر في الملعب ال 11. الحمد لله اشتغل معاه بشكل كبير واشتغلت على نقط الضعف، بدأت السرعة تظهر عندي، بدأت تفرق معاه في النص الأخير في الـ11. اشتغلت والحمد لله بقيت ألعب وشغال بشكل كويس. هي فترة صعبة عشان في منتخب وإن احنا خلاص بقينا 17 و18 سنة بنفكر إن احنا نبقى درجة أولى وفريق أول، فشغال معانا شغل أكتر من السنة اللي فاتت عشان منتخب وعشان الفريق الأول، ف الجرعات اكتر يعني. فالحمد لله احنا بنستوعب وشغالين معاه على قد ما نقدر وبنتعب وبنموت نفسنا، وان شاء الله اللي جاي خير يعني. في مركزي وكابتن وليد سليمان طبعا قدوه كبيره ولاعب مميز جوه النادي الاهلي، ولاعب قوي، لاعب حريف، لاعب سريع يعني، شايف ان هو فيه ميزات كتير جدا يعني. اول مكافاه كانت 50 جنيه وانا صغير، كانت بالنسبه لي حوالي 1,000,000 جنيه يعني. تيشيرت النادي الاهلي طبعا تيشيرت كبير جدا وتقيل جدا على اي حد يعني، مش على اي حد، تيشيرت تقيل مش اي حد يلبسه. اول طموح ليا طبعا ان انا العب في الفريق الاول ومزيد من البطولات يعني. كان في ماتش طنطا على استاد طنطا هناك، كانت في الفتره دي انا ما بلعبش وقاعد على الدكه، فحصل حاجه وانا هنزل، فكابتن شرف قال لي دي الفرصه اللي انت تقدر تثبت نفسك فيها، لو ثبتت نفسك فيها مش هتطلع من الملعب تاني. نزلت واخدت كلامه ان هو يعني كلامه صدق وان انا هكسر الدنيا. نزلت الملعب الحمد لله جبت جول وكسرت الدنيا، من بعدها ما عدتش تاني. كابتن حسام عاشور وكابتن ابو تريكه طبعا بحس فيهم ريحه النادي الاهلي ودايما مثل اعلى لاي حد في القطاع. السلوك بره الملعب طبعا بيفرق على اي لعيب يعني، بره اللعيب اللي مش ناجح بيبقى سلوكه وحش بره الملعب، فهنا النادي الاهلي بيحاول يطبق النقطه دي ان السلوك اللعيب لازم يبقى دايما بره زي جوه الملعب، الاثنين ملتزم، بره الملعب ملتزم وجوه الملعب ملتزم. فلو حياتك الشخصيه بره مش ملتزم فيها هتاثر عليك داخل الملعب،
وبالتالي مش هيبقى ليك مكان جوه النادي الاهلي. ورجعنا لكم مره ثانيه وبرحب بضيف النهارده الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. منورنا ومشرفنا بالكباتن. اهلا بيك كابتن اسامه، وانا ببارك لك طبعا ان انت نجم من نجوم النادي الاهلي، ونجم ان شاء الله تبقى في قناه الاهلي، وببارك لك على البرنامج الجميل برنامج الاشبال. وعايز اقول لك على حاجه بقى بيني وبينك، يعني اتفضل. انت كان وشك حلو يعني اليوم اللي جيت فيه النادي الاهلي واتفرجت على ماتش الاهلي والسكه الحديد. كسبنا 6-0 2004. فاتمنى من كل قلبي ان تحضر الماتشات كلها. ان شاء الله نكون موجودين مع حضراتكم ونساندكم طبعا. كابتن فتحي هرجعك ورا بقى شويه. فاكر اول يوم ليك في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي كابتن فتحي مبروك لاعب، واول مباراه رسميه لحضرتك؟ لا، وانا فاكر طبعا، يمكن مش عايز اقول لك، انا كنت دايما اروح النادي، يمكن والدي كان مدرب تنس في النادي الاهلي. كنت اروح النادي الاهلي دايما بصفه مستمره. ويوم كده قلت طب ما انا عايز اروح الاختبارات دي، ما انا كنت بلعب في الشارع وفي العجوزه وعندنا، وكنت زي الجن. قلت اروح اشوف كده نفسي، والله بجد خدت بالي، رحت رايح على اختبارات الناشئين، وكان موجود الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه، ابو الاشبال. الله يرحمه. هو شافني قال لي انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي فتحي مبروك. قال لي انت معفرط. قال لي انت شكلك كده معفرط، انت ساكن فين؟ قلت له ساكن في العجوزه. قال لي عشان كده شكلك معفرط. وانت كده ممكن تكوينك كده وعفرتك دي ممكن تلعب باك. والله العظيم على طول كده، يعني سبحان الله ربنا يرحمه استشف الامور كلها من بدايه حياتي. فقلت له خلاص يا كابتن اللي انتوا عايزينه يعني. قال لي يا ابني انت لعيب كويس وشكلك فيه روح وشكلك فيه اداء تلعب باك. فخلاص خدت بقى اختبارات الناشئين، والحمد لله عديت في مراحل الناشئين كلها في النادي الاهلي، كل مراحل الناشئين في النادي الاهلي، وابتديت العب ماتشات رسميه. يمكن مسابقات 16 سنه ما كانش لسه المسابقات الصغيره ابتدت، فكانت المسابقات دايما بتبتدي من 16 سنه، وكنت على طول بلعب بقى المسابقات 16 و18. وفي 18 سنه اخترت ضمن الدرجه الاولى، كان الكابتن عبد الصالح. 18 سنه؟ وانا 18 سنه. طب تفتكر مين يا كابتن فتحي من الاسماء اللي كانت مع الكابتن فتحي مبروك في قطاع الناشئين وطلعتوا مع بعض وتم تصعيدكم للفريق الاول؟ لا، كان في لعيبه كتير، يعني كان في لعيبه كتير. كان الدكتور حسام البدراوي اللي تفتكر كان معانا برده، كان من اللعيبه الكويسين جدا اللي طلع درجه اولى. كان عندي واحد برده لعيب اسمه نزار. كان في محسن سالم، كان في ناس كتير جدا في القطاع وفي المرحله السنيه بتاعه 18 سنه دي. والكابتن زيزو برده كان طلع، وكابتن صفوت عبد الحليم، وكان ناس كتير قوي. اسماء كبيره. وسمير حسن تفتكر طبعا. طبعا سمير حسن برده كان طلع معانا، والناس دي كانت طلعت وكملت درجه اولى، ولكن طبعا الاستمراريه ما كانش في استمراريه عاليه قوي. طيب هنروح دلوقتي نشوف تقرير عن كابتن فتحي مبروك ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. وبيلعبها على الارض. فتحي مبروك يا ولد يا فتحي. داخل مع فتحي مبروك في السايد. فتحي يلعب الكوره، برافو يا فتحي. فتحي مبروك هو أحد أبرز مدرب النادي الأهلي عبر تاريخه الكروي، فقد حقق العديد من البطولات سواء مع الفريق الأول أو على مستوى قطاعات الناشئين. لم يتوقف الأمر في قطاع الناشئين عند البطولات، ولكن كان الهدف الأسمى من هذا القطاع ألا وهو تدعيم الفريق الأول بعدد من اللاعبين من أصحاب المهارات والإمكانات الفنية الكبيرة الذين يستطيعون الدفاع عن تاريخ وعارين الأحمر. فتحي مبروك قاد عدة أجيال في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء على فترات متقاربة. نجح هؤلاء اللاعبون في قيادة الفريق لتحقيق العديد من البطولات على كافة المستويات سواء المحلية أو القارية، وأيضا الوصول لكأس العالم للأندية أكثر من مرة، وساهموا في صنع تاريخ للقلعة الحمراء تتغنى به الجماهير في كافة المحافل. لم تتوقف الأجيال التي تخرجت من تحت قيادة مبروك التدريبية عند دعم الفريق الأول للأهلي فحسب، ولكن
هناك أيضا الكثير منهم من يلعب في الأندية الأخرى وحققوا نتائج جيدة مع هذه الأندية التي تتهافت على خريج قطاع الناشئين بالأهلي لما يملكونه من مهارات وتقاليد ومبادئ الأهلي التي يسعى البعض لتقليدها. الجميع يعلم مدى جدية فتح مبروك في التدريبات وحزمه، مما يساعد على فرض حالة الانضباط التي يتم فرضها على اللاعبين، يساعدهم في استيعاب الفكر الفني وارتفاع الجانب البدني لتركيزهم في التدريبات فحسب، مما جعلهم أبطالا في التحمل والقيادة داخل المستطيل الأخضر. جدية فتحي مبروك في التدريبات لم تكن جديدة في مشواره التدريبي فحسب، ولكن عندما كان لاعبا في صفوف الأحمر منذ دخوله القلعة الحمراء في 9 من عمره وحتى اعتزاله اللعب عام 1981، حقق العديد من البطولات مع أجيال عدة. كان من أبرز من شغلوا مركزه في القلعة الحمراء وأيضا المنتخب الوطني، وآخر مشاركاته الدولية كانت مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية عام 1980. وبلعب على الأرض. فتح مبروك يا ولد يا فتح. داخل مع فتح مبروك في السيف. فتحي يلعب الكورة، برافو يا فتحي. ورجعنا لكم مرة تانية مع ضيفي كابتن فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. كابتن فتحي ابن من أبناء النادي الأهلي اللي دايما بيلبي نداء الأهلي في أي وقت وفي أي منصب. شفناه في 2003 في وقت صعب مدير فني الفريق الأول وعنده حسن الظن وبيفوز بكأس مصر. نشوفه مدير فني لفريق شباب النادي الأهلي بينجح في المهمة وبيصعد لاعبين مميزين للفريق الأول. النهاردة شايفين الكابتن فتحي مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. حضرتك شايف التجربه دي ازاي يا كابتن فتحي، والتجربه دي سهله ولا صعبه؟ لا طبعا انا يعني بدايه بس بشكر مجموعه الاعداد على التقرير الجميل اللي انا شفته ده. يمكن يعني اداني سمه وانا لعيب، وسمه ايضا وانا مدرب، وسمه ايضا مدير فني للفريق الاول. فبشكر طبعا مجموعه الاعداد الجميله اللي اعدت هذا التقرير. يعني لو رجعنا لسؤالك كابتن اسامه، يمكن انا شايف طبعا الامور كلها الحمد لله في النادي الاهلي او قطاع الناشئين في النادي الاهلي. يمكن الكابتن خطيب قاعد معايا وكانت رساله مهمه طبعا وكنت انا مقتنع جدا ان قياده الناشئين في النادي الاهلي وقياده قطاع الناشئين في النادي الاهلي هي مهمه صعبه. يعني من جيت اي وجود فعلا تحس ان مهمه صعبه جدا اصعب من التدريب. التدريب بتبقى متولي فرقة، مسؤوليه فرقه، ولكن قطاع الناشئين فيه متولي فرق متولي مدربين ومتولي طبعا. حاجات مش عايز اقول لك مشاكل كتير داخل هذا القطاع، مسؤوليه كبيره، ولكن الحمد لله الامور كلها ماشيه كويس، والواحد بيحب يعالج الامور دايما في هدوء وفي اقتناع كبير جدا من كل الوجوه. يعني كل الوجوه حتى المشاكل اللي بواجهها بحاول احلها بطريقه بترضي الناس كلها، بترضي جميع الاطراف. وانا الحمد لله يمكن ماشي بالسياسه، سياسه كويسه الناس كلها مقتنعه بيها، سياسه كلها فيها ايضا احترام للنادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي. تمام. وقيم النادي الاهلي، مش عايز حد يخرج عن مبادئ النادي الاهلي. لان احنا اتربينا في النادي الاهلي وعشنا في النادي الاهلي وعرفنا قيمه النادي الاهلي ومبادئه واحترام الجميع للنادي الاهلي، وده اللي انا ماشي عليه في خلال قيادتي لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. تمام. كنت قاعد مع حضرتك في مباراه 2004 وفوز النادي الاهلي على السكه الحديد بنتيجه كبيره 6-0. في لعيب لفت نظرنا كلنا واحنا قاعدين بره كلاعب نص ملعب، فقلنا ده لعيب مميز. فحضرتك قلت لنا ده جه السنه دي من الاختبارات. لو رجعنا ورا شويه، كابتن فتحي مبروك رد عن الاختبارات السنه دي، وفعلا الاختبارات السنه دي افرزت لنا عناصر انضمت لقطاع الناشئين، عناصر مميزه. والله بص، انا اختبارات الناشئين يمكن السنه دي يمكن احنا عملناها، يمكن انا فاكر كويس قوي، ابتدينا 30/6 وقعدنا فتره كبيره جدا وعملنا اختبارات. يمكن وصل عدد الناس اللي جت في الاختبارات حوالي 19000.
19 عدد كبير. 19,000 عدد كبير، وكنا بنشتغل يمكن في 7 ملاعب في الأكاديمية عندنا في النادي الأهلي. تمام. وكان عندي 7 لجان من المدربين. وقدرنا الحمد لله ناخد عدد كبير من المراحل السنة المختلفة. يعني حضرتك بتعمل تشكيل من مدربي القطاع عشان يختار كل مدربين القطاع والبرامج كانوا بيشتغلوا في اللجان، وكل لجنة كان فيها حوالي 4-5 مدربين. وكنت انا حتى يمكن بنزل الملعب بنفسي وبشوف الاختبارات، كنت كل يوم الساعه 7:30-8 ببقى متواجد وشفت الاختبارات، وكنت بمر على اللجان وبمر على اللعيبه وكل هذه الامور. وتم اختيار عدد كبير من اللعيبه دي، وعملنا لهم تصفيات نهائيه عندنا في ملاعب قطاع الناشئين في النادي. والحمد لله استثمرنا هذه الاختبارات في عدد كبير جدا من اللعيبه انضموا للفرق اللي عندنا. يعني الحمد لله ما نزلتوش المحافظات السنه دي يا كابتن فتحي؟ لا نزلنا الحمد لله، نزلنا المحافظات يعني السنه دي عملتها، وكنت عاملها مضغوطه جدا عشان كان احنا اتاخرنا فيها نظرا لي كان تشكيل القطاع كان فيه تاخير شويه. فعملتها انا يمكن بصوره هايله، يمكن عملتها بصوره هايله. بعتنا 3 لجان في يوم واحد. كويس. بعت اسوان واسيوط وسوهاج. اسوان واسيوط وسوهاج، انت واخد خط الصعيد. والتلات لجان بيشتغلوا 3 ايام ورجعوا خدوا يوم راحه وطلعوا بعد كده اسكندريه لجنتين والمنصوره يعني لجنة. انت واخد مصر كلها من الصعيد لبحري. يعني رجعنا زي ما قلت لك، وكانت الحمد لله الاختبارات كويسه. وبرده في اختبارات المحافظات حوالي 3500 برضه اخترنا منهم عناصر كويسه، والحمد لله دلوقتي شغالين حتى في مع سواء مع البرامج او سواء مع فرق المسابقات. يعني الحمد لله. طيب لو احنا بنقول ان الاختبارات بتتم في بدايه الموسم، طب على مدار الموسم لو انا مثلا لاعب وعندي موهبه، هل عندي فرصه ان انا ممكن انضم في نص الموسم لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي؟ هي بص يا كابتن اسامه، يعني احنا يعني بنعاني. بتحددوا ايام يا كابتن فتحي؟ لا بصراحه ممكن. لا، واحنا بنعاني على فكره من الحته دي، ان في ناس كتير قوي بتبقى ما استثمرتش الفتره اللي احنا عملنا فيها الاختبارات. وبتبتدي دلوقتي تعرض عليك واحد موهبه، واحد في اكاديميه، واحد كويس من نادي معين. فانا بتقبل ده، يعني بتقبل ده، ولو بقول لهم اللعيب ده لو في نادي او لعيب كويس هاتوه. غير كده فتره اختبارات او ما كانش موجود او ما كانش بيلعب او ما بيمارسش بقاله فتره بلاش. يبقى خلوه في اول يناير. وانا الحته دي بحترم الناس فيها جدا، وبقدر الناس جدا اذا كان لعيب كويس بديه حق للمدير الفني يشوفه، والمدير الفني يلوفه فيني تقرير. لو حس ان في لمسات كويسه ممكن يحصل فتره معايشه. يعني بدي الولد فتره معايشه ممكن 10 ايام اسبوعين. حس ان المدير الفني بيديني تقرير في نهايه الامر هل ينضم للفرقه ولا ما ينضمش. الاسس بقى اللي بيتم عليها اختيار الناشئ يا كابتن فتحي. بص والله يا كابتن اسامه، انا يمكن السنه دي عملت حاجه الحمد لله، حاجه جديده وحاجه قلت لهم عليها، وقلت لهم في اول اجتماع مع الساده المدربين. قلت لهم احنا عايزين نشتغل على اسس، نشتغل على الاسس. يعني انا حتى الاولاد الصغيرين المراحل السنين الصغيره 2010 و2009 و8 و7 و6 اول مره كنت ادي الارتياحيه للعيب عشان اللعيب ما يحسش ان هو جاي اختبارات. كنت بديله كل واحد الرهبه بتاعه النادي الاهلي، الرهبه بتاع النادي الاهلي اول مره هو نازل دي ممكن يكون لعيب كويس، ودي حصلت لنا كلنا. كنت بديهم كل واحد كوره وحوالي بديهم فرصه 7-8 دقائق. الولد بيظهر مهارته، بيظهر موهبته في الكوره. هو حر. بنقول للمدربين اول ما اللعيب ينزل قول له انت حر، اعمل اللي انت عايزه في الكوره. احنا من خلال المهارات دي ومن خلال 8 دقايق دول كشفنا ناس كويسين جدا مهاريا. شلت الرهبه منه، دي شلت مهمة الرهبه جداً منه. وفي نفس الوقت قلت للمدربين سيبوه هو حر يتصرف كمان. عايز يجري دريبلينج، عايز يعمل بول كنترول، عايز اللي هو يعمله يعمله. لدرجه والله يا كابتن اسامه انا شفت ولاد 2008 والله العظيم انا ما اعرفش اعمل المهارات دي. يعني بقول لك انا رئيس قطاع الناشئين ما اعرفش اعمل المهارات دي. والله لقيت ولد صغير ماسك الكوره ما شاء الله بول كنترول على ركبته ووش رجله وكعب رجله يعملها لك كده وينزلها تاني على فخده. انا بقيت واقف في ذهول ان ولد 8 سنين هذه المهارات. فقلت لهم الولد ده لازم يتاخد. لا تحيه طبعا الكابتن فتحي، مبروك السنه دي الاختبارات. فعلا انا كنت قاعد بتفرج معاه على مباراه 2004 وشفنا لعيب كويس جدا في نص الملعب، وهو قال ده احنا جايبينه من الاختبارات. فتحيه طبعا للمدربين اللي اشتغلوا في الاختبارات، طبعا على راس القياده، على راس قطاع الناشئين الكابتن فتحي مبروك. كنا بنستعرض يا كابتن فتحي تشكيل القطاع من المدربين السنه دي. ما شاء الله حضرتك عامل برضو يعني توليفه كويسه، عناصر خبرات تمثل في كابتن مدحت طبعا، وفي كابتن عادل عبد الرحمن، وهنتكلم عن تجربه 97، في كابتن احمد سراج، في طبعا الكابتن عادل مصطفى. فحضرتك يعني عامل توليفه كويسه. ايه راي حضرتك في مدربي القطاع السنه ده يا كابتن فتحي؟ والله بص مدربين القطاع الحمد لله يمكن تم اختيارهم طبعا برضه بموافقه اللجنه. تم اختيارهم لان زي ما انت قلت كان في لعيب ناس مدربين او مديرين فنيين عندهم خبرات واشتغلوا في النادي الاهلي كتير. كان الكابتن مدحت طه اسماعيل والكابتن امين عرابي، وفي ناس واخده بطولات استمروا برضه في
القطاع وكابتن احمد سراج وكابتن عادل مصطفى جديد يمكن برضو من العناصر الجديده واشتغلنا الحمد لله والمدربين كلها بتشتغل بمرض الله لان انا زي ما قلت لك اول اجتماع قلت لهم احنا عايزين انا ما عنديش هدف الا الاهداف الكبيره الاسمى للنادي الاهلي عايزين نطلع مجموعه لعيبه كويسه قوي للدرجه الاولى للدرجه الاولى نستثمر الامكانيات الهائله اللي النادي الاهلي بتتيح لاي فرقه عايزين نستثمر هذه الكفاءات ان شاء الله نطلع لعيبه كويسه للنادي الاهلي نطلع لعيبه للدرجه الاولى نستثمر اللعيبه دي ان اللعيبه تبتدي من صغرها تتعود على روح الفانيلا الحمراء ودي يمكن الحاجات اللي انا اول اجتماع وقلت للمديرين الفنيين والحمد لله المديرين الفنيين شغالين على هذا النظام وشغالين على هذا المبدا ان النادي الاهلي طالما الولد لبس التيشيرت الاحمر اي مرحله سنيه لازم يبقى عنده النهارده القدره انه يمثل النادي الاهلي. هنروح دلوقتي لتقرير نشوف فيه مدربي قطاع الناشئين وهما بيتكلموا عن كابتن فتحي مبروك ونرجع لكم مرة تانية. فتحي من الشخصيات المحبوبة جدا في النادي الشخصيات اللذيذة بصراحة من ساعة ما جه هو عنده حتة الالتزام دي مهمة جدا بيحب الالتزام قوي بيحب المدرب الملتزم بيحب الراجل اللي بيشتغل على طول دؤوب على طول في الملاعب على طول في الاستراحة في المطعم بيباشر كل حاجة بنفسه ودي من الحاجات الكويسة جدا. كابتن فتحي معروف عنه دايما الالتزام بكل حاجة التزام بمواعيد التزام بزي التزام في التعامل مع اللعيبة التزام في كل حاجة فهذه النقطة دي بتميز الكابتن فتحي بلس بقى ان هو طبعا الراجل طبعا حتة قطاع الناشئين برضو الموضوع كبير قوي في فرق وفي إداريين وفي مشتريات وفي ملابس الله يكون في عونه وعمال الله يكون في عونه وهو طبعا كل الحاجات دي بيشتغلها فطبعا الأمور بتبقى يعني حمل ثقيل عليه واتمنى له ان شاء الله انه يتغلب على الحاجات دي وباذن الله القطاع السنه دي يعمل حاجه كويسه باذن الله. كابتن فتحي مدربي اول مدرب اتمرنت معاه في النادي الاهلي فانا بحييه ونامل ان شاء الله طبعا الكابتن فتحي اسم كبير في الكوره في التدريب كلاعب في النادي الاهلي وكمدرب في النادي الاهلي ليه نجاحات كبيره وان شاء الله النجاحات دي يبقى في لعيبه تطلع من قطاع الناشئين يبقوا استفاده في الظروف اللي احنا بنشوفها من حته اللعيبه اللي بقت اسعارها غاليه دلوقتي ان شاء الله بمجهود الكابتن فتحي والمدربين اللي موجودين ان شاء الله يبقى في اكتر من لاعب باذن الله في الفريق الاول من النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن فتحي طبعا قيمه كبيره جدا وعلامه من علامات النادي الاهلي حقق بطولات كتير وهو لاعب وهو مدرب دايما بيتواجد في المواقف الصعبه سواء كان في الفريق الاول او في قطاع الناشئين اتمنى له باذن الله التوفيق وهو ان شاء الله يعني شخصيه محترمه وعنده فكر وقيادي فان شاء الله باذن الله الامور بالنسبه له هتبقى جيده وان شاء الله القطاع يبقى في تطور باذن الله تعالى ان شاء الله. كابتن فتحي يمكن في بدايه كلامه معنا يمكن هو قال لنا انا مش جاي كمان كرئيس قطاع ناشئين بس انا بتكلم انا فني كمان يمكن هو كمان بيتكلم معانا فنيا كمان وبناخد مشورته طبعا كفتح من نوع اللي بنستفاد منه كتير ويا رب في القادم يبقى نستفاد اكتر ان شاء الله. علاقة طيبة يا كابتن فتحي بتجمع طبعا كل مدربي القطاع بالكابتن فتحي مبروك ودايما لما بنشوف العلاقة الطيبة دي دايما بنشوف نجاح في القطاع. عندنا الحاجة الثانية برضو يا كابتن فتحي شفنا كابتن أمين عرابي اشتغل مع حضرتك قبل كده برضو كان مساعد في اتحاد الشرطة شفنا كابتن مدحت طه كان مساعد لحضرتك برضو فترات طويلة في فريق الشباب بالنادي الأهلي فعلاقة طيبة ما شاء الله. كلمنا عن العلاقة الطيبة دي اللي بتجمع حضرتك بكل مدربي القطاع. لا الحمد لله يمكن أنا حتى ما بصيت على التقرير دلوقتي في مدربين الحمد لله كابتن مدحت اشتغل معايا فترة كبيرة في فرق الشباب وكابتن أمين عرابي اشتغل معايا في اتحاد الشرطة حتى كابتن كرم مرسي كابتن ياسر رجب كابتن احمد سراج كلهم اتكلموا الحمد لله ان انا دائما حب للنادي الاهلي بيخلي دايما في التزام وفي حب للجميع انا يعني بتعامل مع حتى مع المدربين انا بتعامل معاهم كاخ احنا بنتعامل لمصلحه نادي الاهلي مصلحه قطاع
مصلحه ايضا بتتصب على الدرجه الاولى. يعني زي ما قلت لك احنا سياستنا درجه اولى كلها ان شاء الله، واتمنى في المستقبل كده نشوف عناصر كويسه. فعلاقتي دايما بالاجهزه الفنيه او المدير الفنيين علاقه اخوات، يعني اخوات، بس هم خلاص عارفين سياستي، انا احب النظام واحب الالتزام واحب دايما ان بقاش في تاخيرات في التدريب، حتى المدير الفني لازم يكون ملتزم، اللعيبه تكون ملتزمه، ودي سياستي، ودي اللي قلت لهم في اول اجتماع. واتمنى كده ان شاء الله ان القطاع ان شاء الله السنه دي يحرز بطولات كبيره ويطلع عدد كبير من لعيبه الدرجه الاولى، لان عايز الدرجه الاولى فعلا يستفاد من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. طيب وحضرتك معانا كابتن فتحي، عايزينك تطمن بقى جمهور النادي الاهلي كله على مستقبل القلعه الحمراء. لا، هو مستقبل القلعه الحمراء مفيش قلق الحمد لله، وجماهير الاهلي كلها عارفه مستقبل النادي الاهلي، وعارفه قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وعارفه السياسه دائما اللي هي بتبيع قطاع الناشئين، ان احنا دائما دائما بنحط دائماً لعيبه فعلا تستحق الانضمام للدرجه الاولى، تستحق الانضمام للدرجه الاولى، وبتلعب وبتبقى كفاءات. حتى لو طلعت الدرجه الاولى والنادي الاهلي اعاره في حته، النادي الاهلي بيرجع يجيب هذا اللاعب تاني، لانه بيستفاد من قدراته الفنيه، وعلى مدار فتره الاعاره بيستفاد اللعيب ايضا من الاحتكاك في الدور الممتاز. والحمد لله النادي الاهلي لما تيجي تبص يا كابتن اسامه تلاقي النادي الاهلي على طول مصدر تمويل لكل الفرق في الدوري الممتاز، تلاقي دايما تلاقي في لعيبه من قطاع الناشئين من النادي الاهلي، تلاقي في الانديه المختلفه وبتلعب دوري ممتاز. طب لو اتكلمنا بقى عن نجاح القطاع كابتن فتحي، هل في النتائج بتاعت الفرق ولا ان انا صعد لاعبين مميزين الفريق الاول؟ زي ما قلت لك ان انا برضو هدفي ان انا صعد لعيبه للدرجه الاولى، ودي يمكن ان شاء الله بعمل لهم حاجات كويسه، طبعا مش عايز اعلن عنها دلوقتي، بعمل حاجات كويسه ان انا اظهر موهبه اللعيب ده، ونبتدي مع المديرين الفنيين لكل فرقه ان نحاول بقدر الامكان ان احنا ننمي قدرات اللعيب الفنيه. نروح لفاصل دلوقتي ونرجع لكم مع الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. رجعنا لكم مره ثانيه وبرحب بضيفي كابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالاهلي. كابتن فتحي، عايز اتكلم عن نقطه مهمه جدا، ابرز المشاكل اللي بتواجه الناشئ في مصر، الملاعب، عندنا التزوير، عندنا التسنين. راي حضرتك ايه في المشاكل دي؟ لا طبعا المشاكل دي مشاكل بتهم فعلا اي قطاع ناشئين في الانديه كلها على فكره، ولكن في طبعا يمكن ملاعب ما بتبرز موهبه اللعيب، وخصوصا بيكون عنده موهبه بتبرز، لان اللعيبه ارضيه الملعب بتبقى سيئه جدا، وسبب في اصابات لاعبين كتير، وسبب في اصابات لعيبه، وسبب يعني ايضا في ان انت حتى، لا ده انا بتكلم بقى من الناحيه الفنيه، رتم المباراه، لو انت عايز تستمتع بفرقه بتلعب كوره مش هتقدر تستمتع طول ما ارضيه الملعب وحشه، مش هتقدر تستمتع. يعني احنا عندنا فرق كويسه جدا يقدروا يستحواذ ويقدروا ينقلوا كوره ويقدروا يلعبوا كوره كويسه قوي، ولكن بتيجي في ارضيه وحشه واللعيبه خلاص بيفقد المهاره، بيبتدي يلعب برتم الفرقه اللي قصاده. لا ومشكله يعني كمان بتواجه الناشئ كمان حته الاصابات، انت ممكن يعني اللعيب عمره في الكوره بينتهي بدري بسبب سوء ملعب، بسبب اصابه لا قدر الله تكون خطيره. ده انا بكلمك على بدري. ده انا بكلمك على الناحيه الفنيه بقى. ناحيه اصابات طبعا ممكن يحصل له التواء، ممكن يحصل له رباط صليبي، ممكن يحصل له غضروف من ارضيه الملعب، من سوء ارضيه الملعب. يعني دي حاجات احنا بنعاني منها، وبنعاني طبعا في المراحل السنيه الصغيره في ارضيات كتير جدا جدا بتبقى سيئه جدا. ليه؟ لان اللعيب بيبقى متعود على ارضيه ملعب معينه. يعني لعيب الحمد لله ما شاء الله شايفين الملاعب عندنا هايله، يعني النادي الاهلي على اعلى مستوى طبعا، وفيه اهتمام كبير سواء بملعب المباريات او ملاعب التدريب. لا عندنا ما شاء الله، يعني عندنا مش عايز اذكر طبعا المهندس هشام عندنا متولي عمليه صيانه الملاعب، ماشيين يعني الحمد لله كل يوم في صيانه في الملاعب. عشان كده حتى انت لما جيت بصيت على الملاعب تحس ان الملاعب الحمد لله كويسه جدا جدا على اعلى مستوى. فاللعيب بيبقى متعود على ملعب نادي اهلي زي ما انت شايف كده حتى في اللقطه يا كابتن اسامه، ملعب هايل، تلاقي الكوره ماشيه حلوه قوي، تلاقي رتم الماتش ماشي حلو قوي. اول ما يروح ملعب وملعب ارضيه بيختلف الاداء وبيختلف المهاره، بتختلف كل شيء. زي ما انت قلت كده موضوع الاصابات، يعني موضوع الاصابات ممكن يحصل له التواء، ممكن الغضروف، ممكن رباط صليبي، كل هذه من ارضيات الملعب السيئه اللي احنا بنشوفها. عندنا برضو مشكله مهمه جدا في قطاعات الناشئين، موضوع التسنين والتزوير. في فرق دايما بتبحث عن البطوله او بتبحث عن النتيجه، مش في الاخر ما بتدورش ازاي اطلع ناشئ للفريق الاول يمثل
مثلا الفريق الاول في النادي اللي فيه قطاع الناشئين. فانت شايف حضرتك موضوع التسنين والتزوير ده، يعني انا شايف النادي الاهلي ما شاء الله يعني بيضم عناصر مميزه، بس عمره ما يضم لاعب مسنن. ان انا ببص قدام عندي نظره مستقبليه للاعب، ممكن يجي في سن معين وتلاقيه توقف، لكن انا ببص دايما للناشئ اللي دايما يعني ورقه مظبوط، مفيش تزوير مفيش تسنين عشان اكسبه فيما بعد الفريق الاول. لا بص يا كابتن اسامه، انا مريت يمكن زي ما قلت لك بفتره قطاع الناشئين دي، مريت بحاجات غريبه قوي. حاجات غريبه قوي يعني. عندي الاداريين ما بيجي مثلا يوريني ورق واحد، تلاقي الولد واخد اسم اخوه، واخد تاريخ ميلاد اخوه، وتلاقي طالع له شهاده ميلاد. تلاقي طلع له شهاده ميلاد رسميه، ازاي انا مش عارف. ده اكتشفت الحاجات دي في اكتشفت، انا بقول لك حاجات غريبه، حاجات ده لسه الاختبارات. ده انا بقول لك على الورق اللي بيجي لي. تلاقي حاجات غريبه بتحصل. تلاقي ناس بتموت ابنها وتعمل شهاده وفاه وتطلع شهاده ميلاد لحاجه تانية مختلفه دي خالص. طبعا احنا يعني هنفرد لها حلقات ان شاء الله. يعني والله العظيم كل المشاكل بتواجهك في انا يمكن من خلال رؤيتي زي ما قلت لك، انا كنت بنزل ملعب في الاختبارات، اكتشفت ثلاث ولاد يعني من رؤيتي وخبرتي. ولد يمكن في بدايه المشوار في الاختبارات كان تقريبا 1.7، اكتشفت ولد في الجنب اليمين هاي الاول مواليد 2002. تعالى يا ابني ده انت لعيب كويس قوي، انت يا ابني مواليد 2002. قال لي يا كابتن انا مواليد 2002. يا كابتن يا ابني مواليد قال لي يا كابتن خلاص انا مواليد 2002. ومعايا الرقم القومي ومعايا مش عارف خالي والكلام ده. تمر الايام والله يا كابتن اسامه، تمر الايام بعد يمكن بعد التصفيات زي ما قلت لك، احنا كنا بنختبر وناخد الولاد دي ونعمل لهم تصفيات. الولد جه في التصفيات دخل المكتب، يا كابتن ده قالوا لي لا انت مش كابتن ياسر. قال لي لا خلاص. قلت له يا ابني انزل للكابتن ياسر، بس انا شفتك في الاختبارات. الولد قلت له انا شفتك في الاختبارات. قال لي يا كابتن شفتني. قلت له بس انت متاكد ان انت مواليد 2002؟ قال لي يا كابتن. فديته ورقه قلت له طب روح للكابتن ياسر تاني. كان معاه خاله بره الاوضه. والله يا كابتن اسامه ما زادتش عن 30 ثانيه لقيت خاله داخل بيقول لي يا كابتن احنا متاسفين جدا، الولد مواليد 99. يعني 99. من 9 من 2002 ل 99 يعني. جه قال لي يا كابتن معلش ثلاث سنين. قال لي معلش بقى ادينا فرصه نختبر مع ال 99. قلت له حضرتك انت وقريبك ده اتفضلوا بره النادي. طبعا بره النادي غلط. دي حاله. الحاله برده الثانيه اكتشفتها واحد واخد اسم اخوه، وبرده جه برده في اختبارات 2001 واكتشفت ان هو اكبر بثلاث سنين. كل دي من رؤيه المدير الفني يعني في الاختبارات ممكن يشوف الولد تكوينه العضلي تكوينه الجسماني ممكن يشككه في السن. فاحنا الحمد لله الحته دي يمكن عندنا في النادي الاهلي بنتفاداها، لان برده عندي اداريين كويسين جدا في الحته دي وبيقدروا يعملوا استعلامات عن الولد سواء من مدرسته او سواء من عيلته او سواء من الولد نفسه او سواء بيروح المدرسه الاداري من زمايله اللي في الفصل يدرس يشوف كل هذه. واحنا اكيد يا كابتن فتحي ان شاء الله في برنامجنا برنامج الاشبال هنناقش كل القضايا دي المهمه علشان دايما يعني يبقى عندنا قطاعات ناشئين قويه في مصر. عايزين نتكلم حضرتك طبعا عن في تجربه مهمه، تجربه 97 مع الكابتن عادل عبد الرحمن، وكان سبق لحضرتك انك يعني التجربه دي كانت مع حضرتك قبل كده ونجحت وعملت صدى كويس جدا وخرجت لنا لعيبه مميزين للفريق الاول. شايف التجربه دي ازاي مع الكابتن عادل عبد الرحمن خاصه ان 97 اصبح مرتبط اكتر بالفريق الاول؟ بص يمكن هي دي انا حاجه بشكر طبعا لجنه الكوره، لان لجنه الكوره فعلا خدت القرار الصح في انضمام فرقه 97 لقطاع الدرجه الاولى. ودي اتعملت في سنه من السنين برده على فكره وانا ماسك ال 97 او ماسك فرقه الشباب. انضمت لقطاع الدرجه الاولى، ودي بتبقى مهمه قوي لان الارتباط بين الفرقتين او بين 97 والدرجه الاولى ارتباط فني وارتباط ايضا اكتشاف لعيبه كويسه، ارتباط ايضا ان انت بتزود اللعيبه بالدرجه الاولى، وده الحمد لله يمكن دلوقتي موجوده هذه السمه وموجوده هذه الامور كلها في قطاع 97 ان هو بيمد الدرجه الاولى بعدد كبير جدا من اللعيبه، وفي لاعبين مميزين فعلا في 97، في لعيبه كتير او مميزين طالعين من القطاع، وطبعا دلوقتي فرقه 97. فالامور دي كلها انا شايفها امور ايجابيه للنادي الاهلي مستقبلا ان شاء الله، ان النادي الاهلي من خلال موجود ال 97 ومن خلال الكابتن عادل عبد الرحمن وجهازه الفني ان هم برضه بيدعموا الدرجه الاولى في وجود عدد كبير من اللعيبه يعني اصحاب ان هم فعلا ممكن يبقوا ان شاء الله مستقبلا للنادي الاهلي ان شاء الله. نروح دلوقتي نشوف تقرير عن الكابتن عادل عبد الرحمن ونرجع لكم مره ثانيه. أول حاجة أنا عدم الرضا على الملعب، يعني إحنا الناس لازم تعرف الأندية غير النادي الأهلي، يعني لازم يعرفوا إن هم بيعملوا
فرقه تانية لفرقهم اللي هو الدرجه الاولى، يعني مش شايف ان انا ممكن العب في ملعب فرقه زي الفريق الاول بالظبط، تلعب في ملعب صغير قوي ما يبقاش فيه لعب كوره كويس وما يبقاش فيه، يعني انا متخيل ان دي مباراه المصري يعني، ومتخيل برضو من لجنه المسابقات لازم يجبروا الناس على كل الانديه اللي هي تلعب في نفس الملاعب اللي اللعيبه اللي في الفريق الاول بتلعب فيها، لان هي دي بطوله بتنزل لعيبه. يعني تخيل انت لو منزل 3 4 نجوم من الفرق من المصري او من النادي الاهلي عشان يلعبوا عشان يجهزوا، تخيل واحد لو دخل اتعور او لاعب من اللي موجود اتعور في حته او يضيع وقته في مباراه ضيقه ملعب صغير، الحاجات دي كلها لازم لجنه المسابقات في البطوله بتاعه ال 97 علشان دي بتفرز للمنتخبات وتفرز المنتخب الاولمبي وتفرز المنتخبات الاخرى لاعبين كويسين، لازم يراعوا حته يلعبوا في ملاعب كبيره، ملاعب قانونيه، ملاعب تقدر انك انت تعمل فيها حاجه كويسه علشان الطريق انك انت بتعمل لعيبه للفريق الاول، هي ده التحفظ بتاعي. لكن انا الولاد قدوا بصوره جيده جدا، الملعب لك ان تتخيل ما يعملش اي تكتيك، ما يعملش اي حاجه الا الفترات. يمكن احنا يمكن النادي الاهلي انا رعيت المره دي اللعيبه قلت لهم ان احنا ممكن نلعب في افريقيا في ملاعب مش هتبقى بالحجم ده ولكن هتبقى نفس اجواء مشابهه، فكل حاجه بنربطها بالفريق الاول، والولاد ادوا النهارده واداء كويس واداء مميز، ولكن طلع عندي شويه اخطاء اداريه من لاعبين هنعلمهم ازاي، هنجيب لهم انا ايضا هجيب محاضره لحكم علشان حته اللي انا جبت يمكن الكابتن سمير عثمان يمكن هو عادني بمحاضره ثانيه عشان نتكلم في حته الاداريه بالنسبه لقانون اللعبه، لاني افتكر ان اللعيبه لسه برضو حته قانون اللعبه لازم يتقنوه كويس قوي عشان هيوفر عليهم حاجات كتير. ولكن انا اتمنى ان لجنه المسابقات يجبروا الانديه على انهم يلعبوا في الملاعب الكبيره مباريات الفرقه اللي هي الشباب علشان دولهم هيطلعوا للفريق الاول وبينزلوا لعيبه من الفريق الاول. وبشكر اللاعبين على ادائهم وعلى روحهم وعلى جدعنتهم، ولكن انا مش راضي بعض الوقت على شويه حاجات لان احنا جايين نشتغل على الاحسن وجايين نشتغل نشيل اخطائنا مش عشان حته المكسب وبس. انا النتيجه ما بتهمنيش، النتيجه بتهمني ان انا اكسب، لازم اعلم الولاد ان هم لازم يكسبوا ولازم يلعبوا على البطوله وكل حاجه، لكن المقام الاول عايز الاداء كمان قبل النتيجه. بعتبر ان بوابه النادي الفريق ده يعني اخر لبوابه الفريق الاول، وده بالاتفاق مع كاردرون ومحمد يوسف كنا اتكلمنا في الامر ده اكتر من مره، والقطاع الناشئين عارف الامر ده وبيصعد لي، انا واخد 2 لعيبه اساسيين من يعني من اعمار اصغر اللي هم اللي دخلوا، لكن كل الباقي كانوا مع الفريق الاول. ان شاء الله يعني انا شايف انه بالمعنى ده ان احنا بنفكر ازاي نعمل لعب للفريق الاول بس، ما هو شخصيه اللعب النادي الاهلي فوق وتحت المفترض تبقى واحد يلعب على المكسب وان واي. الحاجه الثانيه المهمه ازاي يعرف ان النادي الاهلي لا يصلح انك تخطا في اي حاجه، يعني برضو انا الماتش اللي فات قلت لك رغم المكسب في لعيبه خدت خصومات، انا الماتش ده في لعيبه برضو خدت خصومات وخدت خصومات كبيره، لان انا جاي اقول لك بغير شخصيتهم من الحته الفنيه، مش بس لعيب الكوره مش ملعب، كم لعيبه كوره كانت لينا في النادي الاهلي في الملعب عباقره ولكن خارج الملعب ما قدوش كويس، فعلشان كده مشوا بسرعه، لكن هو لعيب النادي الاهلي داخل وخارج وده اللي بنربيه عليه وبننمي شخصيته على كده. ونفكر حضراتكم ان شاء الله ان احنا هنكون معاكم كل اسبوع في برنامج الاشبال، لكن الاسبوع الجاي كلنا ان شاء الله هنكون متواجدين في النادي الاهلي بالجزيره للتصويت على دستور النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله يكون يوم تاريخي يليق بكيان النادي الاهلي. كابتن فتحي، هل في تواصل بين حضرتك وبين الفريق الاول وكابتن محمد يوسف ولجنه الكره؟ الحمد لله دايما بيبقى في تواصل، دايما بيبقى في اجتماعات على فكره عشان برضو حل المشاكل، في مشاكل كتير بتحصل او في مشاكل بتبقى دايما على
ساحه قطاع الناشئين. فطبعا بقول للجنه الكره بقياده الكابتن محمود الخطيب وبيحضر معانا طبعا اللجنه كلها. وانا يمكن قبل ما ادخل على هنا يمكن الكابتن محمد يوسف كلمني وقال لي في اجتماع ان شاء الله يوم السبت كده نقعد مع بعض تنسيق تنسيق تصعيد الناشئين من قطاع الناشئين للفريق الاول. ودي حاجات مهمه جدا بتربط دائما النادي الاهلي والاجهزه الفنيه ولجنه الكره، ودي حاجه من الايجابيات الكويسه في النادي الاهلي. يعني الحمد لله بيبقى في تنسيق دايما، ودي التنسيق دايما بيؤدي الى نجاح ان شاء الله. يعني مهم جدا التنسيق ده، ودايما بيبقى في تواصل دايما بين قطاع الناشئين والفريق الاول. كان من ضمن اخبارنا النهارده، كان في من الاخبار الحلوه كابتن ربيع ياسين المدير الفني ل 2001 واختيار 7 لاعبين من فريق 2001 للانضمام لمنتخب مصر. دي حاجه طبعا تحسب لقطاع الناشئين بالاهلي وطبعا للكابتن فتحي مبروك. شايف اختيار 7 لاعبين من النادي الاهلي ده ازاي يا كابتن فتحي؟ لا وانا طبعا يمكن دي انا يمكن ابارك للكابتن احمد سراج دي ان فرقته 2001، وبارك طبعا للعيبه اللي انضمت ل فريق الناشئين بقياده الكابتن ربيع ياسين، لان دي حاجه ميزه كويسه دائما ان النادي الاهلي على طول بيمد دائما المنتخبات بعدد كبير من اللعيبه. لو ترجع برضو للتاريخ هتلاقي بطولات 2006 و2008 و2010 هتلاقي عدد كبير جدا من اللعيبه كانوا منتخب مصر الاول. الحمد لله كل قطاع الناشئين في المنتخبات اللي هي الناشئين والشباب تلاقي عدد كبير جدا من اللعيبه في هذه المنتخبات. والحمد لله اختيار الكابتن ربيع اللي عدد كبير 7 زي ما قلت 7 لاعبين 7 لعيبه من 2001، لانه جه فعلا بص انا كنت قاعد معاه كابتن عبد الستار صبري جه وانا كنت قاعد معاه، والحمد لله تم اختيار هؤلاء اللاعبين لان اللعيبه دي فعلا لعيبه النادي تستحق الانضمام لمنتخب مصر، لان لعيبه عندها مواهب عندها روح فانيله النادي الاهلي، ودي كانت الحاجات المعايير برضو للكابتن ربيع بيبص عليها يعني. وحتى ما شاء الله 2001 عندنا في النادي الاهلي اقوى دفاع اقوى هجوم متصدر جدول المسابقه. وحته برضو انا شايف برضو حاجه حضرتك عاملها مميزه جدا حته التصعيد بين الفرق، يعني بنشوف لاعب 2001 ممكن يلعب مع 97 او لاعب مثلا من 2001 يلعب مع 99، فشايف حضرتك برضو عمليه التصعيد دي برضو ازاي؟ لا انا قلت برضو سياستي، انا اول برضو ما اجتمعت مع الناس قلت لهم سياسه في النادي ما فيش حد يقول لا، ما فيش حد النهارده لو مدرب النهارده في الفرقه الاعلى حاسس ان في لعيب في الفرقه اقل سنيا وعايزه محتاجه في فرقته ياخده، لان سياسه التصعيد دي انا بعتبرها سياسه ناجحه للنادي الاهلي، ان حتى الولد الصغير لو مواليد 2001 ولعب مع 2000 او لعب اقوى مع مسابقه اكبر طبعا بتبقى احتكاك اقوى، وفي نفس الوقت الولد بيبقى مميز، الولد مميز فبتدي له ثقه برضه في نفسيا، الولد بيبقى بيلعب مسابقه اكبر منه نفسيا، الولد بيأدي نفسيا، الولد بيبقى عارف ان هو تحت منظور الجهاز الفني او قطاع الناشئين، ودي بتبقى ميزه كويسه قوي عمليه التصعيد. لان انت عارف دايما الفرق ما بيبقى فيها تصعيد ال 97 بياخد عندي من 99 ومن 2000 وساعات من 2001 ساعات يعني، فبيبقى بيحصل شورت في الحته دي، فبنستعين دايما بالفرق اللي تحت مراحل السن المختلفه. ممكن الكابتن فتحي بقى يختصنا في برنامج الاشبال ويقول لنا اسماء ان شاء الله ممكن نشوفها نجوم خلال الفتره الجايه؟ هو بص انا يمكن مش من انصار ان انا اقول نجوم، مش من انصار ان انا اقول اسامي، انا بقول ان شاء الله ان شاء الله هتشوف نجوم ان شاء الله في خلال السنه الجايه والسنه اللي بعديها، هيمثلوا النادي الاهلي ان شاء الله الفريق الاول، ويمثلوا ايضا المنتخبات زي ما قلت لك على مستوى المنتخبات هتحس بقيمه فعلا لاعبي النادي الاهلي وناشئ النادي الاهلي، لان انت عارف الحته النفسيه لما تيجي تقول النهارده 2 3 الولاد طبعا لو ممكن حد تاني لا بيتاثروا نفسيا. فدايما انا بقول الحمد لله النادي الاهلي فيه مواهب وفي لعيبه تستحق فعلا ان شاء الله مستقبلا انضمام للدرجه الاولى ومنتخبات مصر ان شاء الله. يعني طموحات ايه بقى كابتن فتحي مبروك مع قطاع الناشئين؟ والله بص انا الحمد لله طموحاتي زي ما قلت لك ان انا يبقى في نجاح للفرق كلها ان شاء الله تاخد بطولات، وايضا زي ما قلت لك التصعيد للدرجه الاولى دي مهمه اساسيه عندي انا، ان احنا بقدر الامكان انا يهمني ان الولد يبقى طالع الدرجه الاولى على مستوى فني عالي تكتيكيا وفنيا وفرديا وسلوكيا طبعا مبادئ. لا خلي بالك دي طبعًا. من الاسس انا شغال عليها الاسس، ودائما بقول للمدربين الناحيه السلوكيه اهم عندي من الناحيه الفنيه، حتى ما بجتمع مع اللعيبه والمدير الفني بقول لهم هذا الكلام، بقول لهم نمني سلوكيا الاول وبعد كده فنيا ان شاء الله. يعني زي ما كابتن فتحي بيقول لنا خلال الفتره الجايه ان شاء الله هنشوف لاعبين مميزين هيخرجوا من قطاع الناشئين بالاهلي للفريق الاول، ونتمنى طبعا للكابتن فتحي وكل فرق القطاع يا رب التوفيق خلال الفتره الجايه. عايز ارجع لنقطه برضو مهمه جدا يا كابتن فتحي، وهي حته المشاكل الملاعب والكلام ده كله. احنا في الشتاء طبعا بتبقى الملاعب سيئه جدا، النادي الاهلي واهتمامه دايما بالملاعب اللي عنده في المباريات، النادي الاهلي
اهتمامه بالصيف والشتاء برضه بنفس الملاعب بنفس القدر برضه. والله يا كابتن بقول لك زي ما قلت لك الناس بصراحه المهندس هشام شغال كويس جدا جدا وبيشتغلوا طبعا هو الليل ان هو فاهم سنه ملاعب يعني ايه حتى لو في الشتاء الارضيه بتضعف شويه لكن الحمد لله بيبقى فيه راي كويس قوي بيبقى فيه طبعا حاجات كيميائيه بتتحط في الملعب برضه اسمده بتتحط في الملعب عشان الملعب يبقى كويس واحنا مدين يمكن تعليمات طبعا واخدها من يمكن برضه اللجنه الفنيه وافقتني على الملعب 4 للمباراه فقط ملعب 4 للمباراه فقط بتريحوا عشان المباراه مفيش عشان المباراه لان ده صوره للنادي الاهلي ملعب 4 والثلاث ملاعب اللي فوق دول للتدريبات وبيبقوا فيهم بقول لك صيانه يوميه عشان كده الحمد لله الملعب كويسه سواء في الصيف او سواء في الشتاء هتلاقي الملعب كويس ما تقلقش. تمام. شرفتنا ونورتنا كابتن فتحي ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله وكل مدربي القطاع التوفيق خلال الفتره الجايه. لا انا سعيد طبعا بوجودي معاك ووجودي بالبرنامج الجميل الاشبال ومعاك يا كابتن اسامه وبشكر طبعا مجموعه العمل الجميله وبشكر كل الناس اللي عاملين في قناه النادي الاهلي وبتمنى لهم التوفيق دايما هكون معاكم ان شاء الله ودايما هم معانا دايما على فكره في كل المباريات وانا بشكرهم جدا جدا ان بينقلوا صوره حية للناس وجماهير النادي الاهلي وعشاق النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي على مستوى قطاع الناشئين في النادي الاهلي الحمد لله يعني. الاهلي بالنسبه لنا مش مجرد نادي لعبنا فيه او شجعناه. الاهلي بالنسبه لنا بيت وعيله وكل حاجه حلوه اتعلمناها كانت جواه. الاهلي مصنع الابطال والمواهب ومنبع القيم والاخلاق والمبادئ. الاهلي اجيال بتسلم بعض. وهيفضل العالم كله شاهد على امجاده نشوفكم الاسبوع اللي بعد اللي جاي مع الاشبال.